السلام عليكم إخواني فلاحة، أتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم إن شاء الله برنامج المثمر بأحلي موزان تقدم لكم تكوين جديد عن بعد حول مكافحة الأمراض الفطرية في زراعة الحبوب. وكيف ما كتعرفوا إخواني فلاحة، القمح بأنواعه من أهم الزراعات على المستوى الوطني وعلى المستوى الإحليمي. فمثلا على مستوى أحلي موزان، المساحة المزروعة كتراوح ما بين 65,000 هكتار حتى 70,000 هكتار، اللي كيخلي الإنتاج السنوي كيوصل حتى 72,000 طن. وفي السنوات الأخيرة الإنتاج في الكتار تزاد بفضل ديال التحصيل الوراثي وتطوير أصناف ذات إنتاجية عالية ومقاومة للأمراض، مثل الأبحاث اللي كيقوم بها المعهد الوطني للبحث الزراعي في تطوير أصناف ذات فعالية في الإنتاج وفعالية في الاستجابة ضد الأمراض. كذلك على مستوى العالم كاين تطوير مبيدات للفطريات أكثر فعالية من عائلة ستريازول وستروبيليغين. لكن الإشكال اللي ولا كيعرفوا اليوم الفلاح على المستوى الضيعة هي تواجد العديد من الأمراض اللي عرفوا تطور في المحاومة للأدوية، وكيتسببوا في خسائر كتوصل حتى 70% من المحصول. من الأمراض الفطرية المعروفة عند زراعة الحبوب كنبداو بالسيبتوريا اللي كتجي في مراحل مبكرة من السنة، الصدى اللي كتجي ابتداء من نصف فبراير حتى الأواخر شهر فبراير، للمانتوسبوريا ولكن كتكون في الغالب عليلة عند القمح اللين، بوبياد والسوسة والتفحم. يعني هادو أمراض اللي كيصيبونا زراعة الحبوب واللي خصنا نتعرفوا عليهم بالخاصيات ديالهم البيولوجية، دورة الحياة ديالهم والطروح مناسبة للعلاج. اولا خوتي الفلاحة، غادي نبداو بالمرض ديال الصدى اللي هو عبارة عن مرض فطري، الاسم ديالو بالفرنسية كيتسمى بيوكسينيا، وكاينة ثلاثة الانواع منه، كاينة الصدى الاصفر، الصدى البني، والصدى الاسود. يعني كاينة ثلاثة الانواع على حسب اللون ديال الابواغ اللي كينتج، وعلى حسب المنطقة او الجزء من النبتة اللي كيمسى هذا المرض. هذا المرض كيف ما ذكرنا يمكن ان يصيب جميع اجزاء النبتة ابتداء من مرحلة ثلاثة الورقات حتى التكوين والعمارات السنبولة. الانتشار ديال المرض من نبتة لنبتة أو لا من بلاد البلاد أو لا من فلاحة الفلاحة كيتم عن طريق إنتاج الأبواغ على مستوى الورقة، وبالتالي انتشار ديالها من بعد بواسطة الرياح. وكيف ما كتشوفوا من خلال الصورة، الصدى البني كيكون على شكل نقط بنية حمراء مائلة للحمر، والظروف ملائمة لانتشار هذا المرض أو التكاثر ديالو كتكون ما بين 10 حتى 25 درجة مئوية. العامل الأساسي لانتشار هذا المرض هي وجود الرياح، والخسائر اللي كيتسبب فيها هذا المرض كتراوح ما بين 20 حتى 70%، يعني على حسب مجموعة ديال العوامل اللي كيعتمد عليها الفلاح ابتداء من الزرع. يعني إلا اعتمدنا مثلا على زراعة أصناف محاومة كنقصوا واحد النسبة ديال الخسائر، إلا اعتمدنا على دورة زراعية محكمة كنقصوا واحد النسبة ديال الخسائر، كذلك مثلا إلا عمنا بحرص ديال البلاد وبالتالي ساهمنا في تحلل البحايا ديال النباتات ديال السنة الفارطة بواسطة بكتيريا التربة، يعني كنحصل من واحد النسبة الخسائر إلى آخره. ثاني حاجة أخوتي الفلاحة، كنلقاو الصدى الأصفر
اللي كتبدا الظهور ديالو ابتداء من شهر فبراير. المعرض كيتمثل في ابواغ صفراء منظمة على شكل خطوط على طول الورقة، كيف ما كيسميوها الفلاحة مخطة، يعني كيكون المرض مخطط. المرض في البداية كيكون على مستوى الأوراح، وبالتالي من بعد كينتقلنا حتى السنبولة. الظروف ديال التكاثر ديالو ديال الانتشار ديالو كتكون في درجة حرارة ما بين 10 حتى 15 درجة، ونسبة رطوبة كتوصل في 100%، اللي هي الظروف اللي كتكون عندنا ملي كتكون الضبابة نازلة. هاد الصورة إخواني فلاحة كتوضح لنا بالضبط الخاصية اللي كتميز الصدى الأصفر على الصدى البني، هي أنه الأبواخ يكونوا على شكل خطوط، يعني منظمة على شكل خطوط، واللون ديال الأبواخ يكون أبواخ صفراء. كذلك إخواني في اللاحة كنوجدوا مرض السيبتوريا في زراعة الحبوب، اللي هو مرض إلى قارناه مع الصدى على الخطورة وعلى انتشارا. الأعراض ديالو كتكون بالخصوص على مستوى الأوراق السفلية كيف ما كتشاهدوا في الصورة على مستوى اليمين. وعامة الأوراق السفلية ما كتساهمناش بزاف في الإنتاج الطاحي اللي كيعطينا العمارة ديال السبولة، إلا أن إلا تم التهاون بهذا المرض يمكن ينتشر لنا في البلاد أو الضيعة ويعطينا خسائر كبيرة. المرض سيبتوريا كيتمثل على شكل بحيرة صفراء، يعني كيكون عندنا بحال الحروقية في الورقة، ومع تطور المرض الصفورية كتحول لون بني، يعني بحال احتراق. البقع كتكون عادة دايرة بواحد الصفورية اللي هي دايرة بحال النقص ديال مادة الأزوت، إلا أنها أعراض ديال مرض السيبتوريا. الخطورة ديال المرض كتكون ما بين مارس وجوان، إلا أن الخاصية ديال هاد العام خصوصا بالنسبة للبلاد اللي كانت عندهم مزروعة على حصيدة، يعني العام اللي فات كان عند الزرع، لاحظنا واحد الإصابة اللي هي جد مبكرة على مستوى الأوراق السفلية. الظروف اللي كتساهم لنا في ظهور مرض السيبتوريا وفي التكاثر ديالو هي واحد نسبة الرطوبة في الجو تكون مشبعة لمدة 15 حتى 20 ساعة، وواحد درجة حرارة ملائمة ما بين 10 حتى 20 درجة مئوية. هاد الصورة إخواني فلاحة كتمثلنا الأعراض ديال مرض السيبتوريا اللي كيف ما وصفناها كتكون بقع صفراء محاطة بواحد التبقع اللي هو إصفرار، يعني داير بحال نقص ديال الأزوت. وهذا الاحتراق هذا شيئا فشيئا فشيء كيتحول لشكل بني وكيؤدي إلى جفاف مكان الإصابة. كذلك إخواني في اللحى نجد مرض بوبياض، كيف ما كيشير الاسم ديالو يعني وجود بياض على مستوى الورقة، يعني كيف ما كتلاحظوا في الصورة هنا على اليمين. والخطورة ديال هذا المرض كتكون ابتداء من تغطية سطح الورقة ب5% من هذا البياض. المعالجة الكيماوية خصها تعتمد على المراقبة الميدانية والزيارة ديال البلاد ديالنا، ونحاولوا نشوفوا إذا كان الأعراض موجودة ولا لا، باش نحاولوا نتدخلوا بالمواد الفعالة اللي كتداوي على هذا المرض.
في الظروف المناخية ديال المغرب، وخصوصا على مستوى الإقليم. هذا المرض هذا حليل، والتكاثر ديالو يعني ما موجودش بزاف، يعني بإمكاننا نحاولوا ما أمكن نركزوه على الصدى والسيبتوريا والمانتوسبوريا. دابا إخواني فلاحة، وصلنا للمرحلة ديال المكافحة ديال الأمراض الفطرية، واللي كتنقسم هذه المكافحة تقريبا لواحد ثلاثة ديال الأساليب الزراعية. كيف ما كيقول المثل، زور حقلك تعرف مشاكل غلتك. وبالفعل يعني خصنا مع بداية تواجد ظروف ملائمة ديال انتشار الأمراض الفطرية، خصنا نبقاو نديرو زيارة ميدانية للضيعة. هاد الأساليب هي كالتالي، وكتعتمد على استعمال الأصناف المقاومة، يعني استعملو اللي هي واحد الأصناف تكون مرخصة ومداوية. حتى بالنسبة للفلاحة اللي كيستعملوا الزريعة ديال الدار، خصهم يبادروا بالمعالجة ديالها بالمبيد سيليست توب، اللي هو مبيد معتمد من طرف مكتب السلامة الصحية للسلامة الغذائية. وكذلك خصنا نديرو تنحية ديال الزريعة ديالنا، اللي هي كتعتمد بالخصوص نحيدو الزريعة اللي مسوسة، نحيدو الزريعة اللي فيها نسبة قليلة من العمورية، ونحيدو كذلك الزريعة اللي مهرسة. في الغالب هاد الكسور يعني كتنقص لنا من نسبة ديال الإنبات على مستوى الزرع اللي كنزرعه. واخر اسلوب اللي هو كيبقى اسلوب اخير، يعني المكافحه الكيميائيه، اللي كتعتمد على التدخل بالمبيدات الفطريه، خصوصا مبيدات من عائلات تريازول او لا ستروفيليغين. وفي بعض المبيدات كنلقاو مزج بين هاد جوج الانواع المبيدات لتفادي ظهور محاومة ديال الأمراض على مستوى الضياع ديالنا. وكيف ما ذكرنا إخواني فلاحة، خصنا نستعملوا أصناف تكون محاومة. فمثلا بالنسبة لقمح اللين، كنلقاو نوع ديال راضية، بنديرة، أمال، وافية، وأشطار، اللي عندهم محاومة جيدة إلى جيد جدا على السيبتوريوز وعلى الصدى البني. كذلك بالنسبه للقمح الصلب، كنلقاو كريم، مرزاح، كاريوكا، وكاناكيس، اللي كيبينوا واحد المقاومه جيده على السيبتوريوز وعلى الصدى البني وعلى السيسيدومي كذلك، اللي هي حشره كتكون عندنا في الزراعه ديال القمح الصلب. وبالنسبه للشعير، كنلقاو امالو، اميره، وازارا. بالاعتماد على الدورة الزراعية إخواني فلاحة، بإمكاننا نحصل من نسبة كبيرة ديال المرض في التربة ديالنا. وفي الغالب عندنا جوج أنواع ديال الدورات الزراعية، كاين الدورة اللي كتعتمد على القمح ويكون موراها عطاني ويكون موراها أرض راكدة، يعني يخليوها ترتاح، يعني كتكون عندنا هذه 3 سنين كنديرو كل عام فيها يعني قمح، وكنديرو برنيشة باش نحاولو البلاد نهرسو داك الدورة الزراعية ديال الأمراض اللي كتصيب لنا القمح. وملي كنخليو البلاد راكدة كذلك كنحاولو نهرسو من الدورة ديال الحياة ديال الأمراض، وكنحاولو نحيو البلاد من جديد. كذلك كنوجدو واحد الدورة الزراعية اللي هي كتكون خاصة في المناطق السقوية، وكتعتمد على القمح وتابعها الحطاني وتابعها بالخضروات.
هنا اخواني فلاحه كتشوفوا الاهميه ديال المعالجه ديال البضوع. يعني كيكون عندنا الفرق ما بين الانتاج ديال المحصول المعتمد على بذور معالجة وإنتاج المحصول المعتمد على بذور غير معالجة. والفلاحة راه كيعرفوها مزيان بالنسبة للبذور اللي كتكون معالجة كتكون عندها واحد المقاومة كبيرة خصوصا بالنسبة للأمراض ديال التربة. وفي هذا المبيان هذا اللي على اليمين كنشوفوا أن بالنسبة للبذور المعالجة الإنتاج كيوصل حتى 49 أمتار في الهكتار. وفي المقابل بالنسبة للبذور غير معالجة الحد ديال الأحصى اللي يمكن توصل له هو 28 أمتار في الهكتار. هاد المبيان في الصورة كيبين المراحل ديال تطور زراعة القمح، يعني من التفريخ حتى الاستطالة حتى العمورية ديال السبولة، وكيعطينا المراحل الأساسية اللي خصنا ندخلو فيها بالمبيدات الفطرية. فمثلا بالنسبة للصدى وبالنسبة للسبتورية كتكون في المرحلة ديال التفريخ نسبة ضئيلة ديال ظهور المرض، وابتداء من نهاية التفريخ ومرحلة الاستطالة احتمال ديال ظهور مرض الصدى ومرض السبتورية كيرتفع مباشرة، لأن الظروف المناخية كتبدل وكتعرف في ذلك المرحلة ارتفاع درجة الحرارة وتواجد كذلك نسبة مهمة ديال الرطوبة في الجو. وبالتالي إلى خدينا الخاصية المهمة ديال هاد المبيان، يعني خصنا الدواء ديالنا نركزوه عند نهاية التفريخ مع بداية الاستطالة. كذلك وكيف ما ذكرنا قبل أن مرض الصدى بإمكاننا يمشي لنا حتى السبولة، يعني كاين فلاحة اللي كيديروا مداوية ثانية ملي السبولة ديالنا كتبدا تعمر، وهذه كيعرفوها الفلاحة مزيان. السبولة اللي كتكون مداوية كتكون دائما معمرة والحبوب ديالها صافيين ونقية، على خلاف السبولة اللي ما مداوياش كتكون في الغالب كتصاب بمرض الفيزاريوز او لا بمرض التفحم. وفي الاخير اخواني فلاحة، لإنجاح عملية معالجة الزراعة بالمبيدات الفطرية خصنا نحترمو واحد المجموعة ديال التدابير. أولا خصنا نضبطو أدوات ديالنا، إذا كنا كنستعملو واحد السيتيرنا ديال الرشان يعني خصنا نضبطو الضغط ديالها، نعرفو الكمية ديال الماء اللي غنستعملو، خصنا نعرفو كذلك السرعة ديال الجرار اللي خصنا نمشي بها باش داك الكمية تنزلنا في القطار. كذلك خصنا نتبعو التوصيات اللي عندنا في التيكية ديال الدواء، وأهم حاجة خصنا نتابعو المعلومات المتعلقة بالتركيز وطريقة استعمال الدواء وأخذ معدات الوقاية الضرورية، مثلا القفازات النظارات وبدلة خاصة كذلك للحماية من عطرات الدواء المتناثرة. خصنا ننوعو عام على عام من الأدوية باش نتفاداو ظاهرات المقاومة، وبالخصوص خصنا ننوعو المادة الفعالة، يعني مثلا إلا استعملنا هاد المادة ديال بروبيكونازول هاد العام خصنا العام اللي موراه نديرو تيبيكونازول، والعام اللي موراه نديرو مادة أخرى باش نحاولو الظاهرة ديال المقاومة ما نتفاداوها. أهم حاجة كذلك خصنا ننتبهو على جودة ديال الماء، الماء اللي غنستعملوه في السيتيرنا خصو تكون ما فيهش الملوحة وتكون الحموضة ديالو في المتوسط. كذلك كاين بعض الفلاحة اللي كيستعملوا واحد مضيفات اللي كنضيفوها في الماء وكتحسن من الجودة ديال الماء، كتحسن له بالخصوص الحموضة وكذلك الصلابة ديالو. وهكا اخواني فلاحة كنكون وصلنا لنهاية ديال العرض، كنتمنى لكم الخير في الفلاحة ديالكم وشكرا.